بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بربذبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، ثم قال الله أكبر قربت قربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكانت السبي صفية فسارت إلى لحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها، فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت يا أبا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها، فحوت ثابت رأسه تصديقا له. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه يقول سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس رضي الله تعالى عنه ما أصدقها، قال أصدقها نفسها فأعتقها.